صباح الخير البنات، ومرحبا بكم في قناة أم تميم. إن شاء الله كامل تكونوا ملاح وبخير وعلى خير. اليوم جيتكم بوصفة تاع سلطة إبلي اللي راكم تشوفوا فيه، اللي كنت ديجا شاركتكم فيه في المشتريات. هاولي كيفاش يجي البنات، دوك نفتحوا قدامكم ونوريكم كامل الطريقة كيفاش يطيب وكيفاش يعني تبريباريوه. وش نقول لكم، بزاف بنين هذا، ما كانش نقول لكم. نخليه حتى كي تجربوه إن شاء الله وتحكموا بروحتكم. كما شفتوا هاولي كيفاش يجي، يجي قريب كيما الحبه تاع القمح. هاوليك البنات، هاولي كيفاش يجي، هاوليك ويكبر. هذه الحبه تاعو ما تقعدش هكا، تكبر كيما نقولوا كيما الحبه تاع الرز. دوك انا نديرها في الكسكاس، نغسلها ونعاود نولي لكم. هنا يا هاوليك، بعد ما غسلته وقطرته يعني شللته مليح، نجيب كسرونه ندير فيها الماء سخون، نفرغ فيها كامل هاد الإبلي على هاد الشكل، ونحطه فوق النار يغلي حوالي ربع ساعة حتى العشرين دقيقة يكون واجد. كما شفتوا هنا نخلطه، ندير له برك شوية تاع الملح هكا باش ما يجيناش مسوس، ما يجيش صامط على هاد الشكل. دوك انا نديه نطيبه ونعاود نكمل لكم لي زانغغيديون اللي نسحقوهم في هاد الشلاضة. هنايا نسحقوا عندي فلفل الاصفر، وهنا شويه تاع فلفل الخضر، وشويه تاع الفلفل هذا الاورانج. تقدروا تستغناو على هاد الالوان، ديروا غير الفلفل الخضر تكفيكم ويجيكم بنين. هنا عندي طوماطيش تاع شلاضه قطعتها هكا ديبتيدي صغيرين كامل. عندي هنايا كميه تاع الحشيش غسلتها وقطعتها رقيقه. عندي هنا تاني شويه تاع النعناع نقطعوه رقيق كامل، نسحقوا فيها الملح والفلفل الكحل. نسحقوا تاني الويل، نسحقوا الليمون. هي تقدروا ديروا الخل بصح بالقارص تمد بنه بزاف هايله. نسحقوا تاني لا مايونيز، ونسحقوا زيت الزيتون. دوك انا نخلي الابلي تاعي طيب، غير يطيب ويبرد نعاود نولي ليكم. هنايا بعد ما طابلي الابلي ديالي كما راكم تشوفوا فيه، نفرغوه هنايا هكا باش نقدر ندوزنو اليز، المهم تكون حاجه كبيره. ندني لكم هكا باش تشوفوا، ونضيف له هذاك النعناع شويه تاع الحشيش، يعني ندوزنو كيما تحبوا، يعني الكميه اللي تحبوا. الا حبيتوه يجي معمر ولا غير شويه. وهاد السلطه صحيه وش نقول لكم، والبنه ما عندي ما نحكي لكم. هنايا الملح والفلفل الكحل، نزيد لها شويه تاع لا مايونيز. فوالا شويه تاع زيت الزيتون. هنايا نزيد نعصر لها شويه تاع قارص هكا باش تجيني فينيغرات حلوه. كيما قلت لكم تقدروا تستعملوا الخل بصح بالقارص، واش ما عندي ما نحكي لكم، تجي فيها واحد البنه روعه. فوالا شويه تاع القارص، وهنا نزيد لها شويه تاع الطون الويل. على هذا الشكل ونخلطها، ونكونوا تحصلنا على سلطة إبلي. هذه ان شاء الله في شهر رمضان ديروها لضيافكم، ما عندي ما نقول لكم، يعني بنينه وتحمر الوجه، واون بليس يعني تبريباريوها في وقت قصير بالبزاف كما راكم تشوفوا فيها. وحلوه ما عندي ما نقول لكم على البنه، ديجا ريحتها برك راهي تطلع منها واحد الريحه، شاهدكم في الجنه ان شاء الله البنات. نتمنى ان شاء الله تجربوها. بون انا هنا ما حاش نخليها هنايا، راح نديرها في لي فيغين. تقدروا تحطوها في لي فيغين هكا يعني بريزونطابل لضيافكم ولا للعائله تاعكم عفوا في شهر رمضان. انا نعمرها في هاد لي فيغين، اون بليس يعني في لي فيغين سي ميوخ براتيك. تقدروا مام يكونوا دراري ولا ما يخلطوا لكمش كامل البلا تاعكم، كامل الشلاضه ديالكم. فوالا على هاد الشكل نتحصلوا على هاد السلطه اللي تجي ما عندي ما نقول لكم. تزيدوا لها غير مغرفه ولا فرشيطه ولا نتوما واش تحبوا. بزاف بنينه البنات. دوك انا هنا نزينها بحبيبه تاع البيض ونعاودو نتلاقاو.
وهذا هو الشكل النهائي ديالها. هاولي كيفاش تجي في ليفيغين، يعني درت لكم زوج اشكال هكا باش تشوفوا وتدوا فكره هاي اللي كيفاش تجي في ليفيغين. تقدروا يعني كل واحد تحطوا له لافيغين تاعو ياكل يكملها، وسورتو كي تكون صغيره هكا واون بليس بنينه ما يخلو لكمش كامل في الطبسي. وهنايا حطيتها لكم على هذا الشكل هكا باش تشوفوها هاي اللي كيفاش تجي البنات. شهيتكم في الجنه ان شاء الله، بزاف بنينه هاد الشلاضه. زينتها بصفر تاع البيض، كيما تقدروا تزينوا تزيدوا لها يعني المايس، تزيدوا لها الفخوماج هكا دي بتي مخصو، تزيدوا لها الباتي، لكم الاختيار. تتحكموا في التزيين تاعها ويعني في المقادير اللي تقدروا ديروهم لداخل كيما تحبوا. هنايا البنات لحقنا النهايه تاع الفيديو، ما بقى لي غير نقول لكم تهلاو في روحتكم، تلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله مع وصفات جدد. سلام.